تعالى يا غالي اقول لك في السريع تعمل ايه بالظبط لو في مره كنت بتعوم في البحر ومبسوط وبتبص جنبك فجاه لقيت حوت الاوركا القاتل بيقرب بسرعه على المكان اللي انت موجود فيه. بس طبعا في البدايه كده لازم الاول تبقى عارف ان حوت الاوركا اتصنف كاخطر واشرس مخلوق بحري موجود لحد النهارده على كوكبنا، وده يا صديقي بالتحديد اللي بيخلي معظم المخلوقات البحريه الضخمه زي سمك القرش والحيتان يخافوا منه جدا ويعملوا له الف حساب لو شافوه حتى جاي من بعيد. وعلشان كده يا حبيب قلبي لو شفته بيقرب عليك وانت في البحر بالصدفه اوعى مهما يحصل تفكر انك تطلع تجري وخليك ثابت في مكانك. وطبعا اقول لك ليه، وده يا باشا لان حوت الاوركا يعتبر واحد من نفس فصيله الدلافين، يعني مستحيل يهجم عليه غير لو حس منك باي خطر على حياته وبالتحديد لو كان مع اولاده. وعلشان ابسطها لك شويه يا صديقي، لو انت بتعوم في حالك وما حاولتش انك تاذيه عمره ما يهجم عليك وبنسبه كبيره جدا هيسيبك ويمشي. ودلوقتي بقى يا صديقي هستناك تقول لي رايك بكل صراحه، لو في مره كنت بتعوم في البحر وبتبص جنبك لقيت حوت الاوركا القاتل بيقرب عليك، هتقف مكانك ولا تنطق الشهاده وخلاص؟ سلام.